وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب، الكابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، والكابتن عادل مصطفى. مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لكايزر تشيفز. قبل ما اروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن، كابتن علاء، بنتكلم في النجاح ومش بس خاص بنادي الاهلي، يعني اي نجاح كابتن علاء بيطلب عوامل كتيره جدا جدا، عوامل النجاح بتبقى موجوده، سيستم شغل ونظام شغل. اكيد النهارده بنتكلم على توزيع الادوار، مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل كان موجود النهارده داعم وساند للفريق الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي النهارده برئاسه كابتن محمود الخطيب كان متواجد، ودي بتدي اكيد اكيد يا كابتن عادل دفعه ومعنويه كبيره جدا للاعبين. اتكلم على الجهاز الفني والاداري، اي فريق عمل لابد ان يكون عمل متكامل. فبقول النهارده النجاح مش بس نجاح اللاعبين ولا الجهاز الفني، ولكن هي المنظومه كلها بشكل كبير كانت ناجحه. اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في كل المباريات القادمه ان شاء الله. نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن، النهارده كان طاقم تحكيم كوكتيل، يعني من كل دوله كان حاكم، ما كانش من دوله واحده. عندنا الحكم البروندي، كان حكم الميدان، كان معاه المساعد رقم واحد، كان المساعد الكاميروني الفيز، وكان المساعد رقم اثنين من اوغندا. الحكم الرابع كان اريك اوتوجو من الجابون، وكان طبعا على الفار الحكم المتميز دايما دايما المغربي رضوان جيد. خلي بالك في البدايه بنقول ان المباراه كانت مش صعبه التحكيم كابتن ايمن، هي كانت سهله تحكيميا. زي ما قلت لحضرتك النهارده ان الاهلي متفوق بالاداء، المساحات كانت واسعه جدا جدا، مفيش مشاكل خالص داخل الصندوق لحكم المباراه باستثناء الدقيقه 45 والقرار المهم والمصيري اللي هو اتخذه الفار. مظبوط. وزي ما قلت النهارده يعني انا بحيي الفار الحقيقه طبعا في هذه اللقطه المهمه جدا 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 لكل عناصر اللعبه. شوف اللقطه لو يجيبها لنا في البدايه اللي هي كانت في الدقيقه 45، ودي كان قرار مهم جدا جدا كابتن ايمن، اللي هي بنتكلم في الاستخدام القوي الزايد. احنا قلنا عناصر التنافس بتبقى في لعب عادل كابتن عادل، الاهمال، التهور، واستخدام القوه الزايده. لما نيجي نقول استخدام القوه الزايده النهارده بنشوف طريقه الدخول من هنا من اللاعب هابي، لاعب كايزر، ونشوف هنا تفاصيل اللعبه. هنا الاسترزات رايحه في مكان صعب جدا جدا كابتن ايمن، وهو الانكل، كان ممكن قوي يحصل لا قدر الله مشكله هنا، ولكن طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل، ويمكن قدر ان هو اكرم يقوم. انا بتكلم هنا في الدخول بالاسترز في الانكل، تفاصيل احنا قلنا دايما بتبقى صعبه جدا يا كابتن اسامه. تفاصيل الحاله في الملعب كحكم ما بيشوفش الاسترزات راحت فين، صح، ولكن هو احتسب المخالفه واشهر البطاقه الصفراء. هنا رضوان جايد انا بشيد بدوره، حكم مغربي متميز جدا جدا، فاهم كويس قوي 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 كابتن ايمن القانون، فاهم كمان المعايير اللي على اساسها امتى تدي البطاقه الصفراء وامتى تدي البطاقه الحمراء. خلي بالك القرار ده قرار مهم جدا جدا، وكان قرار مؤثر. اعتقد ان رضوان جيد تدخله انقذ الحكم في قرار مؤثر جدا جدا جدا، لو مش موجود النهارده رضوان كان ممكن دي تعدي وتبقى فيها بطاقه صفراء. هذا القرار احنا شكينا شويه، لان الحكم لما راح يشوفها يعني في المونيتور خد وقت شويه، وشكينا ان هو ممكن يرجع ما يديش كارد احمر. بالظبط، هو هنا رضوان كان شاطر فيها يا كابتن، هو جاب له حاجه اسمها البوينت اوف كونتاكت. ايوه. جاب له الستارز رايح فين بالظبط. صح. يعني انا كمان كفار، خلي بالك وهو كمان في الكوميونيكيشن سيستم بيكلمه بيقول له انت شفت ايه؟ بيقول له انا شفت كذا. صح. وانت حسبت عليه، حسبت على كذا. فهو لما جابه خلي بالك جاب له اللعبه. عايزين نوضح النقطه دي للجمهور يا كابتن. بالسرعه البطيئه وبالسرعه السريعه. عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا. ان رضوان جاد النهارده كابتن ايمن حافظ القانون وعارف المعايير كويس قوي 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 قوي، وعارف لما بيجيب الحكم من الصعب كابتن علاء ان هو يجيب الحكم والحكم يرجع ياخد قرار عكس. مظبوط. يعني هو رضوان النهارده ما بيشتغلش عشوائي، احنا قلنا دايما التحكيم النهارده في علم وفي ثقافه، النهارده هم بيتدربوا على الحاجات ديت، امتى الحكم يدي بطاقه حمراء وامتى يدي بطاقه صفراء. وبالتالي انا بشيد برضوان تاني، هو انقذ الحكم هذا القرار، قرار مؤثر جدا جدا في المباراه. بتكلم على شخصيه الحكم كابتن اسامه، هو 36 سنه، ما عندوش خبرات كبيره قوي قوي، في القائمه الدوليه من 2013،
عاوز اقول ان هو يمكن اخر مباراه لعبها في مباراه الذهاب ما بين البيراميدز والرجاء، يعني ما خدش بطولات كبيره، ما خدش نهائيات كبيره، ولكن اتحاد افريقيا النهارده عينه لان هو عاوز يدي شكل جديد للحكام. في حكام كويسين الحكام اللي قدامه، لكن النهارده حظه حلو جدا 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 يا كابتن علاء. النادي الاهلي كان النهارده متفوق وكانت النتيجه يعني مسهله له المباراه. نروح للعبه الثانيه اللي هي الهدف اللي يمكن انا من اول مره قلت ان دي هدف ما فيش فيها تسلل، وهنا حاله مهمه جدا جدا، وعاوز اشوف تركيز الحكم المساعد رقم 2. زي ما قلت النهارده هم الاتحاد الافريقي النهارده حط له طاقم تحكيم قوي جدا 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 كابتن اسامه، يعني الفيس الكاميروني مساعد رقم 1، اوكيلو اللي هو الحكم الاوغندي مساعد رقم 2، اريك اوتوجو على الرابع، ورضوان جيد كان الحكم الفار. هنا بنشوف هنا تمركز الحكم المساعد اللي دايما بنقول التمركز والتركيز والربط لحظه اللعب ولحظه موقف تسلل اكيد هتدي قرار سليم. من هذه اللقطه يمكن انا قلت هدف سليم حتى بعد الفار ما رجع. نشوف هنا ان هنا شريف هنا متغطي بلاعب رقم 3، وبالتالي هنا سمح باستمرار اللعب، وكان هدف اعتقد ان هو المساعد كان في تمركز جيد. دي لقطه مهمه جدا جدا. نروح للهدف اللي بعد كده، وكان هدف مهم جدا ايضا، ونشوف الحاله اللي جايه ديت. يمكن برضك هنا احنا كان يمكن الصوره هنا مش موضحه قوي، لكن انا عندي لاعب في موقف تسلل، خلي بالك كابتن ايمن، ولاعب تاني سليم. هنا برضك المساعد تبقى صعبه شويه، لعبه مركبه، المفروض يربط ما بين اللي في موقف تسلل والسليم، هو خلى اللعب يتواصل على اللاعب السليم، وبالتالي هنا الجون هدف سليم يحتسب للمساعد ايضا الثاني اللي كان موجود، المساعد الاوغندي. بشكل عام كابتن ايمن بنقول ان طاقم التحكيم على الرغم من الحكم صغير، ولكن النهارده الحظ كان معاه، النادي الاهلي سهل له المأموريه، ما عندوش اختبارات كتيره جدا جدا جدا، هي فرصه ليه بقى خلاص، انت خدت نهائي، فرصه ليك بقى تنطلق، بحيث ان احنا النهارده يعني في حكام كبار، بكاري مش موجود، عندنا فيكتور مش موجود، رضوان مش موجود، مصطفى غربال مش موجود، حتى الحكام المصريين اللي هم المتميزين النهارده طبعا ما بيلعبوش، ولكن النهارده فرصه للحكم البروندي ان هو الحاجه الثانيه. يا كابتن ناصر سيب حضرتك تكمل، رضوان جيد في مشوار البطوله، كان في مباراه مهمه، مباراه فيتا كلوب اللي حسب علينا ركله جزاء في استاد القاهره، ما كانش فيه فار وظلم النادي الاهلي وقتها. النهارده رضوان جيد بيعوض ظلمه للنادي الاهلي بطرد صحيح للاعب كايزر تشيفز، بالرغم من كده وهو ظلم لعيبه النادي الاهلي وقتها في المباراه دي اللي تم فيها التعادل 2-2، مفيش حد من جمهور النادي الاهلي انتقد رضوان جيد علشان عارفين امانته ونزاهته، بس هو ما بيعوضش لان القرار صحيح. لا مش قصدي بعوض، ده النهارده يعني الخطا اللي وقع فيه برغم عدم وجود الفار، فالنادي بيعوض يعني ظلمه للنادي الاهلي النهارده باحتساب طرد صحيح. بالظبط كابتن سامي، زي ما حضرتك قلت كده، هو احتسب ركله جزاء غير صحيحه على النادي الاهلي، كانت طبعا واضحه جدا للجميع ان هي كانت خارج منطقه الجزاء، ولكن زي ما حضرتك هو يمكن كان لابد ان الحكم المساعد، واحنا قلنا في اللقطه ديت كان المساعد يبين له المخالفه كانت خارج او داخل، ولكن هو احتسب، ولكن يحسب رضوان جيد ان هو ما عندوش حسابات يا كابتن ايمن. صح. حكم نزيه جدا جدا، مجتهد، يعني حكم من افضل الحكام اللي موجودين في القاره. بقول تاني مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير مصر، مبروك للكره المصريه، انجاز جديد يحسب واحصائيه بتعلى كل مره. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي في السوبر اللي جاي وكاس العالم اللي جاي، حاجات جميله جدا جدا، مبروك النادي الاهلي الدوري اللي جاي والدوري ان شاء الله. بنتمنى لكل المنظومه الرياضيه في مصر ان هي تتقدم. النادي الاهلي النهارده ادى صوره مشرفه، صوره محترمه جدا للكره المصريه على مستوى الافريقي ومستوى الدولي. اتمنى ان شاء الله ان تستمر هذه الصوره بشكل افضل باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا.